بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ الآن بقراءة كتاب الصوم، تفضل. فرض الصيام نية بليله وترك وطئ شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف ورد، وقت طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أوله شرط الوجوب، وليقض فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. الآن بدأ يتكلم عن فريضة النية ومحل هذه الفريضة. قال فرض الصيام أي ركنه نية بليله، إذا النية محلها الليل. ماذا لو نوى الصيام قبل المغرب؟ فإنه لا ينفع، فإنه لا تجزئه. واضح؟ إذا النية التي هي الركن تكون في الليل، يعني دخل رمضان وأعلن المغرب الآن أن غدا رمضان، أنوي صيام رمضان. طيب هل صيام رمضان يجب تتابعه أم يجوز لك أن تصوم يوما وتفطر يوما؟ يجب تتابعه، تكفيك نية واحدة أوله، ولا يشترط لك عليك أن تبيت النية كل ليلة، فيكفيك نية واحدة. يكفيك نية واحدة. هل تجب مقارنة النية للصبح؟ لا، وقد عفى الشرع عنها لتعذر ذلك، فربما تكون نائما وقت الأذان، فلذلك جاز تقدم النية على الصبح، جاز تقدم النية على الصبح لمشقة المقارنة. وتكفي قلنا النية لما يجب تتابعه. طيب فإن حصل في رمضان امرأة حاضت أو رجل سافر أثناء رمضان وأفطر، واضح؟ مجنون أفاق، هذا يجب أن يجدد النية، يجب أن يأتي بالنية من جديد. يعني امرأة مثلا صامت العشر الأوائل من رمضان ثم حاضت مثلا أسبوعا وأرادت أن تكمل صومها لانقطاع الحيض، فيجب أن تأتي بنية جديدة لأن الحيض قطع الصوم، ولا بد أن تأتي بنية جديدة، والنية الأولى لم تعد قائمة بسبب الفطر. واضح؟ هذا بالنسبة للنية. إذا فرضه النية كما ذكرنا. وقال ترك وطئ اللي هو الجماع، شربه كذلك أن يترك الشرب وأن يترك الأكل. إذا ترك الوطئ والشرب والأكل. قال والقي، وأن يترك القيء من إيصال شيء للمعد، المعد اللي هي الكرشة التي يجمع فيها الطعام أول الهضم، اللي هي المعدة اللي احنا تعلمناها في الأحياء. واضح؟ هذه للمعد. إذا قال والقيء أي وترك القيء، أي وإيه؟ إذا يقول عنده هنا وترك القيء، يعني معنى ذلك إذا قاء متعمدا بطل صيامه. واضح؟ طب إذا قاء غلبه القيء، بمعنى رجل زافت معدته فقاء، فهذا لا يبطل صومه وصيامه صحيح ما لم يزدرد منه شيئا، فإن ابتلع منه شيئا ولو غلبتان فسد صومه، فسد صومه، ويجب أن يبقى ممسكا، ويجب أن يبقى ممسكا ويقضي يوما مكانه. قال مع إيصال شيء للمعد، أي مع ترك إيصال شيء للمعد، سواء كان من أذن أو عين أو أنف ورد. إذن يجب أن يترك دخول شيء إلى الجوف اللي هي المعدة، سواء كان من فم أو أنف، واضح؟ أو أذن أو عين. يعني رجل اكتحل في النهار فشعر بالكحل في حلقه أفطر،
واضح؟ طيب، رجل اكتحل في الليل وبعد طلوع الصبح شعر بوجود طعم الكحل في الحلق، صومه صحيح، واضح؟ طيب، ما بين أسنانه من القليل كحبة السمسم الذي أكله ليلا لا يفطره إن ابتلعه نهارا. طيب، من أبيح له الفطر كمريض، شخص مريض أبحنا له الفطر، واضح؟ وحائط أبيح له الفطر، ومسافر حضر، كان مسافرا ثم حضر، ومجنون طلع عليه الصبح وهو إيه؟ فاقد، وهو فاقد لعقله. فهؤلاء يأكلون ويشربون في النهار، لا يندب لهم الإمساك. يعني رجل مسافر وصل وقت الظهر، واضح، يعملوا له غدا والفهد، واضح؟ ليه؟ لأنه أفطر بعذر شرعي. امرأة حائض تأكل وتشرب ولا تمسك، مريض أفطر لمرض ليأخذ حبة الدواء، وإلا فإنه سيترتب عليه تأخر شفاء، مرض شديد، إيذاء شديد، يقول له بعد ما أخذ حبة الدواء يقول هل أبقى ممسكا، لأنه زال العذر الآن أنا أستطيع أن أكمل دون طعام. نقول له بإمكانك أن تأكل وتشرب وأن تتغدى كما يأكل المفطر، لأن الشرع أصلا قد عذرك بالفطر، قد عذرك بالفطر. طيب، رجل مسافر سيصل بلده الساعة 8 صباحا، يعني بيكون إيه؟ الرجل يعني طلع عليه الفجر وهو مسافر أثناء السفر، هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب عليه الصوم، طالما أن الفجر طلع عليه وهو مسافر فيجوز له أن يفطر. وإذا وصل بلده، إذا وصل بلده فإنه أكل يأكل ويشرب. فإن وجد زوجته حائضا قد طهرت جاز له ما جاز من بين الزوجين، كرجل سافر وحضر وزوجة طهرت من الحيض، فهؤلاء هم كالأزواج ولا يوجد مانع يعني من علاقة الأزواج تماما. ليه؟ لأن هي معذورة في فطرها وهو معذور في فطره. قال مع إيصال شيء للمعد، قال إيصال، والأدق أن يقول مع وصول، لأنه إيصال فيها القصد، واحد وصل شيء إلى حلقه ناسيا أفطر، واضح؟ أكل أو شرب ناسيا، لا يوجد هناك قصد، إذن بمجرد الوصول فإنه يفطر. ابتلاع البلغم لا يضر، ابتلاع الريق لا يضر، بعض الناس يعني يكثر من البصاق أثناء الصوم يظن أن ريقه يفطر، وهذا غير صحيح. إذن ابتلاع البلغم ولو وصل إلى طرف اللسان فإنه لا يفطر الصائم. قال ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب، يعني هذا الذي ذكره من المفطرات متى يكون مفطرا؟ وقت طلوع فجره. إذا الوقت هنا ظرف زمان، ونسمي ظرف الزمان المفعول فيه لأنه ظرف للفعل، يعني أين العامل لظرف الزمان وقته؟ اللي هو قوله وترك وقته، أي وترك الوطئ والشرب والأكل والقيء، يعني تعمد القيء ووصول شيء للمعدة من أذن أو عين أو أنف، وقته أي ترك هذه الأشياء جميعا وقته، أي ترك هذه الأشياء جميعا وقته، فهذا منصوب على الظرفية، أي هذه الممنوعات تكون ممنوعة في وقت، لأن الظرف أصلا مقدر فيه معنى في أزورك يوم الجمعة، أي أزورك في يوم الجمعة، فلذلك هذه الممنوعات أين ظرفها؟ وقت. طيب، قال وقت طلوع فجره، واضح؟ إلى الغروب، فجر وقت الصيام، يوم الصيام، إلى غروب الشمس. إذن هذه المفطرات إذا حصلت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإن الصائم يكون قد أفسد صومه وأفطر. قال والعقل في أوله شرط
الوجوب، لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون عاقلا. والعقل في أوله اللي هو أول اليوم عند الصبح، فمن بيت النية ثم أغمي عليه أو أصابته غيبوبة أو شرب دواء ففقد عقله، ثم طلع عليه الصبح وهو في حالة الغيبوبة أو الإغماء أو الجنون، واضح؟ فإن هذا الشخص يكون قد فاته شرط الوجوب وهو طلوع الصبح عاقلا، وعندئذ هذا الشخص يكون صومه غير صحيح، وبعد وعليه القضاء، وعليه القضاء. وكذلك السكران، سواء كان سكرانا سكرا حراما أو سكرا حلالا. مثل إيه السكر الحرام؟ شرب مسكرا متعمدا، واضح؟ السكر الحلال أخذ دواء ظنه عصيرا فإذا به خمر، هذا سكر حلال. إذن بصرف النظر عن كونه سكر سكرا حلالا أم حراما، طالما أن الصبح قد طلع وهو مغمى عليه، كإنسان يكون تحت تخدير في العملية، لا قدر الله حادث، لا قدر الله، هذا كله مفسد للنية التي بيتها. طيب إن حص إن بيت النية ثم أغمي عليه ساعة ولم يطلع الصبح، عليه أن يأتي بنية جديدة، لأن النية قد انقطعت بفقدان العقل، واضح؟ ثم قال وليقضي فاقده، يعني فاقد العقل، فاقد العقل، فإنه يقضي الصيام. قلنا فاقد العقل عند طلوع الصبح، عند طلوع الصبح. قال وليقضي فاقده، أي فاقد العقل، والحيض منع، أي منع الحيض صوما، والحيض منع صوما، أي منع الحيض الصوم، وتقضي الفرض إن به ارتفع. طيب قال صوما هنا نكرة، ويشمل الفرض والنفل، واضح؟ فالمرأة إذا حاضت فعندئذ انتقض صومها، سواء كان نافلة أم فرضا، لكنها تقضي الفرض ولا تقضي النافلة، تقضي الفرض ولا تقضي النافلة، هذا الذي قاله. وتقضي الفرض سواء كان منذورا أم كان مفروضا بالشرع كصوم رمضان، أو كانت تقضي في صوم رمضان، فإنها تقضيه طالما أنه مطلوب منها طلب الفريضة. إن به، أي إن بالحيض ارتفع، ارتفع الصوم، أي لم يعد موجودا بسبب الحيض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.